ومعنا مشاهدينا الكرام من العاصمة اليونانية أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي، مرحبا بك. ما تعليقك بداية دكتور فاروق على ما حدث أمس في مجلس النواب ومسلسل الصراع السياسي المحتدم على ما تبقى من وزارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. الحقيقة هو ما حصل يوم أمس ولا يختلف عن ما يحصل في كل تقريبا مرحلة من مراحل الانتخابات ومرحلة المحاصصة ومرحلة المزايدة على وتوزيع وتقسيم الحصص والوزارات. والمسألة لا تخص لا مسألة خلاف عقائدي ولا خلاف على من يحقق من هو الأفضل ومن هو الممكن أن يقدم للشعب أكثر، وإنما الخلاف هو خلاف على الحصص، حصص المقاعد الوزارية، وخلاف على خلافات شخصية من أجل الحصول على المنصب وعلى الجاه وعلى الأموال. أنا باعتقادي أنه ما حصل يوم أمس هو لا يختلف عن ما حصل أيام تولي العبادي وأيام مرحلة المالك الأولى والثانية، وكنا شاهدنا أنه تأخير التشكيلة الوزارية، واستمر المالك تقريبا أكثر من سنة هو يحظى بأربع وزارات وكالة. نعم، ولكن الآن الصراع يتمثل بمنصب وزير الداخلية يعني بشكل أكثر خصوصية. ما تفسيرك لإصرار كتل سياسية معينة على ترشيح فالح الفياض لهذا المنصب؟ يعني عندما اولا يعني فالح الفياض كان في كتله معينه وتحول الى كتله اخرى. الصراع الان ما بين من يكون، هل يكون صالح الفياض ممثل للمجموعه اللي هي مجموعه المالكي والعامري، ام يكون المرشح من المجموعه اللي يساندها مجموعة مقتدى الصدر؟ وما الصراع حقيقة، يعني أنا لا أجد صراع، وإنما أجد مثل ما نقول عركة شارع من أجل الحصول على المنصب. يعني لا هو صراع سياسي ولا هو صراع من أجل تقديم المصلحة العامة، وإنما خلافات معظمها من أجل تحقيق المصلحة للحزب وللكتلة السياسية الموجودة. ولكن التدخل الإقليمي بشأن ذلك، يعني النائب علي السنيط قال صراحة، قال إن قاسم سليماني زار بغداد للضغط من أجل تمرير الفياض لحقيبة الداخلية. ما دلالات هذا التمسك الإيراني؟ هذا معروف من اليوم الأول. نعم. أنه الفياض هو مرشح إيران، وهو حقيقة أنه يعني حتى المرشحين الآخرين هو ما راح يخرج عن المحور الإيراني. نعم. بس أكو فرق ما بين شخص مدعوم يريد يعني قاسم سليماني أن يكون هو الآن على رأس هذه الوزارة، وما بين شخص آخر يجي هو ضمن المحور الإيراني ولكن لا يمثل إرادة إيران في هذه المرحلة. وإلا إذا تجي تأخذ حتى المرحلة السابقة، يعني إذا نأخذ أي من القاسم الأعرجي أو القبلة أو من منهم استطاع أن يكون خارج المحور الإيراني أو خارج النفوذ الإيراني والضغط الإيراني، من رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان إلى كل الكتل السياسية الموجودة. هناك حديث وذكره بعض النواب في مجلس النواب رجحوا سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، هل نحن أمام انعطافة جديدة في هذا الصراع على تكوين الحكومة؟ هو حقيقة يعني كثير ناس راهنوا على أنه عادل عبد المهدي ممكن أن يمثل الحل وممكن أن يكون هو القاسم المشترك اللي ممكن أن يعيد تشكيل وزارة جيدة تكنوقراط، ولكن من الجلسة الأولى اكتشفنا أنه عادل عبد المهدي لا يختلف عن الآخرين، وبالعكس عادل عبد المهدي أثبت أنه هو إضافة إلى فشله في تقديم وزراء تكنوقراط، فشل في أن يكون يتصدى للضغوط اللي مرست عليه، والآن المفروض هو هدد بالاستقالة أكثر من مرة قبل وقال أنه أنا ما تفرض علي إرادة، لكن الآن نشوف أنه فعلا الإرادات تفرض عليه، وهو بان للجميع أنه هو رئيس وزراء ضعيف لا يمتلك القوة القادرة على التغيير. نعم.
نعم، هناك دراسة لمعهد بروكنز الأمريكي ذكرت هذه الدراسة أن البلاد يعني قد تنزلق نحو مزيد من الصراعات العنيفة بسبب الانقسامات الطائفية. لماذا إذن تسير الحكومة على خطى سابقاتها، وإلى أين يتجه الوضع في العراق؟ أخي العزيز، لو نرجع إلى 2003 ونرجع إلى بريمر ونرجع إلى مجلس الجمعية الوطنية وبعد البرلمان، نفس الكتل نفس الوجوه طرحوا شعار المجرب لا يجرب، ولكن هم بحثوا عن المجرب والمسيء والسيء من أجل أن يجرب مرة أخرى. الكتل هي نفسها، لم يحصل تغيير كامل لا بالكتل ولا بالأحزاب، وجوه تغيرت، وجوه راحت، وجوه رجعت، ولكن المحور الأساسي هو ضمن الفلك الأمريكي الإيراني ومخرج عن هذا الفلك. كل العناصر الموجودة هي تسير ضمن هذا الفلك، ضمن المحور الأمريكي الإيراني. أمريكا في مرحلة من المراحل، وخاصة مرحلة أوباما، جعلت من المحور الإيراني هو الراجح، وتغلب على المحور الأمريكي والضغط الأمريكي، والآن لا زال من مصلحته أن تمارس هذا الإشراف عن بعد، وتجعل من إيران هي العنصر الأساسي في العراق. أشكرك الشكر الجزيل سيد الدكتور فاروق فتيان راوي من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي.